احنا اخواتي بعد ما درت 6 تاع ماي سيري دوكا راح نخدم. شوفي دوكا راح نخدم ندير في كل ماي سيري ندير 2 ماي سيري، يعني يعودوا 12. دوكا رانا في 6 باش يعودونا 12. دوكا باش نبداو ندخلوا السيميلي مباشره. نجيب حبه تاع السيميلي كيما هكذا هنايا هكذا، نروحوا هنايا نهزوا تاني غير شط واحد فقط، يعني غير خيط واحد، ونجبدوها هكذا ونقف كيما هكذا. دوكا شو عندي في نفس العوينه هذه تاني ندير ماي سيري واحد اخرى في نفس العوينه هكذا كيما هكذا. دوكا شو راح نزيد دير دوكا تاني نعاود نروح نزيد نحكم وحده سيميلي هكذا، ونروح العوينة اللي قدامها هكذا، نجبد الخيط مباشرة ونقفل، ونروح في نفس العين هذيك وندير ماي سيري. يعني شوفي إذا هما 2 ماي سيري، الأولى ديري فيها واحدة سيميلي، أما الثانية ما ديريش فيها. دوكا دخلنا السيميلي هنايا في الكروشي، دوكا أنا في الثالثة هاهي. شوفي نجبد ندخل كروشي ونجبد الخيط تاعي هاهو، نجبده مباشرة هكذا ونقفل هكذا. شوفي دوكا في نفس العين هادي ندخل ونخرج وندير ماي سيري. دوك أنا نكمل هذا الصف هكذا نعاود نرجع لكم. هنا أخواتي بعد ما كملت العمل تاعي هذا الأول، شوفي طلعوا 6 حبات سيميلي، يعني كل 2 ماي سيري وحدة فيها سيميلي وحدة ما فيهاش، وكل هادوما في ماي سيري وحدة لي في الأسفل. دوكا باش نكملو العمل تاعنا واش نديرو؟ دوكا نجيبو حبة تاع سيميلي وحدة أخرى، دوكا راح نطلعو نديرو الدور لي فيه 16. دوكا درنا على أساس 12 هكذا، ندخلو السيميلي أهوالا هذه هي. دوكا شوفي نروحو نخدمو هكذا، ندخلو في الكروشي تاعنا ونجبدو الخيط هكذا، نجبدو مباشرة ونقفلو. دوكا واش راح نديرو؟ دوكا نروحو لهنا العوينة لي قدامها هنايا، نخدمو 2 ماي سيري. سما دوكا واش نعود نديرو؟ ها 2 ماي سيري. دوكا هنايا درنا 2 ماي سيري، نزيدو نحكم وحدة حبة تاع سيميلي هكذا، ونزيدو تاني فوق حبة تاع سيميلي هاديك هكذا، نجبدو الخيط مباشرة ونقفلو هكذا. نزيدو نديرو هنا تاني ماي سيري 2 هكذا في عوينة وحدة، يعني من قبل هنايا واش كنا نديرو؟ ماي سيري وحدة و2 ماي سيري في عوينة وحدة. دوكا أنايا نكملها كامل كيما هكذا نعاود نرجع لكم. هنا أخواتي بعد ما كملت هذا الدور اللي فيه 18، ودائما نبداو اولا بحبة تاع السيميلي. كي تكون عندك ماي سيري وحده يجيك اسهل، يعني بدل ما يكون عندك مثلا 2 ماي سيري في ماي سيري وحده من الاسفل. يعني دوكا راح نبدا ماي سيري، دوكا باش هذا الصف هذا كامل دوكا يجينا 24 ماي سيري. يعني دوكا نديرو جيبو سيميلي حبه كيما هكذا، ندخلو نجبدو الخيط هكذا، نخرجو مباشرة ونقفلو كيما هكذا هكذا. دوكا نزيدو تاني هنايا لي أمامها ماي سيري، نديرو فوقها ماي سيري وحدة، أما ماي سيري الثالثة هادي نديرو 2 ماي سيري هكذا، واحد وهادي 2 كيما هكذا. دوكا هنايا واش ندير؟ هنا نزيد نجيب حبة تاع سيميلي هنايا. دوكا واش راح ندير؟ نطلع هنايا فوق هذه حبة تاع السيميلي هكذا، ونجبد الخيط مباشرة هكذا ونقفل هكذا كيما هكذا. دوكا واش راح ندير؟ نديرو ماي سيري لي أمامها، نديرو ماي سيري عادي وحدة وحدها، لكن في التالتة نديرو 2 ماي سيري مع بعضها في عوينة وحدة، يعني هكا وحدة وهادي 2. دوكا تاني نعاود واش ندير؟ نجيب حبة سيميلي
نجيبو حبة سميري ندخلو هنايا هكذا مباشرة هكذا ونقفلو عليها. دوكا نروحو مايسيري الثانية نخرجو الخيط نديرو مايسيري عادي وحدها، لكن في الثالثة هنايا يعني دخلت وخرج ندير اثنان مايسيري هكذا. انا دوك نكمل هذا الصف كامل كيما هكا نعاود نرجع لكم. هنا اخواتي بعد ما كملت السيميلي تاعي دوكا من هذه المرحله ما نزيدش ندير السيميلي خلاص، دوكا نبدا نلم العمل تاعي. واش نعود ندير؟ دوكا نعود كيما كنت ندير من قبل، قلت لكم في الكريه هذه البيضاء، هذه الكره البيضاء، يعني نهز اثنان هكذا ماي سيري هكذا ونقفلهم مع بعضهم كيما هكذا، يعني اثنان مع بعضهم ما نقفلش، بعد نقفلهم مع بعضهم باش نبداو نلمو العمل تاعنا، وتبدا الكره تاعنا وحدها وحدها تتشكل هكذا. ندخل ونجبد الخيط هكذا اهم علي ونقفل هكذا. دوك انا ندير هذا الصف هكذا كامل عاود نرجع لكم. في هنايا كي درت هذا الصف دوكا اللي بديت نلم به العمل تاعنا، شوفي بدا يتقوس وبدا يتلم مع بعضه كيما هكذا. دوكا واش نديرو؟ نجيبو قطن، نجيبو شويه قطن بسكادي راهي ماشي كبيره صغيره، نلموها مليح كيما هكذا هكذا نديروها في الوسط ونكملو العمل تاعنا عادي، خاطر دوكا وحده تبقى تسلم حتى تتبلع كامل هكذا. نوقفو العمل تاعنا، نبداو غير بالاثنان نلمو شو نبداو نقصهم فيها ونقفلو هادي هكذا. نزيدو هذا هكذا ونقفلو يعني نبداو غير بالاثنان. دوك انا واش ندير؟ دوك نلمها كامل كيما هكذا بنفس الطريقه راح تتلم. دوك انا نكملها نعاود نرجع لكم. هنا بعد ما كملنا اخواتي الكره تاعنا هادية اللي بالسيميلي، دوك واش راح ندير؟ دوك راح نربطو العمل تاعنا، نحكمو الكريات البيضه هادي وهادي مع بعضهم. كيفاش نحكمهم مع بعضهم؟ نديرو سلسله فيها 40 هنايا، واحد اثنان ثلاثة أربعة. لو كان ندير فيها سلسلة فيها 40 نعود نرجع لكم. هنا بعد ما درنا سلسلة فيها 40 هنايا، دوكا واش راح ندير؟ راح نحكمو كورية وحدة هكذا وندخلو هنايا ونجبدو الخيط هكذا ونقفلو، نزيدو نحكمو مليح هكذا نقفلو. دوكا واش راح نديرو؟ دوكا نرجعو نديرو 10 20 ماي سيري، حنا سلسلة درنا فيها 40 ولكن دوكا كي نرجعو نخدمو 20 ماي سيري هكذا. شوفي هكذا نديرو 20 ماي سيري هكذا. دوك انا واش ندير؟ نروح معاها كامل 20 ماي سيري، كي نوصل المنتصف نعاود نرجع نوريكم واش نزيد ونديرو. هنا اخواتي بعد ما طلعت مع العمل تاعنا هنايا ماي سيغي 20 ماي سيغي هكذا يجي كيما هكذا، دوكا واش راح نديرو باش نحكمو هذه الكريه معنا؟ واش نديرو؟ نزيدو نطلعو بسلسله فيها 20 هكذا، منا واحد اثنان ثلاثة أربعة، يعني نطلعو بعشرين. دوكا انا نطلع بعشرين ونرجع لكم. هنا اخواتي بعد ما طلعت بسلسله فيها 20 باش نحكمو الكريه هذه، دوكا نحكمها بنفس الطريقه اللي حكمنا بها الاخرى الاولى هكذا. ها هي نزيدو نثبتوها مليح هكذا ونطلعو معها كذلك ماي سيري حتى لهنا، ومن بعد نكملو تاني ماي سيري حتى هذه وين فيها السيميلي يعني مباشره. دوكا انا نكملها نعاود نرجع لكم. هنا اخواتي بعد ما كملت هذوما لي بول تاوعي خدمتهم صاي، شوفي وحكمتهم هكذا كامل بسلسلة ودرت عليها ماي سيغي كيما وريت لكم. دوكا واش راح نديرو في المرحلة هذه؟ دوكا راح نخدمو الورقات تاوعنا هادوك الريشات
هادوما دوكا نرسقوهم مع بعضهم. لازم يكونوا عندنا خمسة. انا خليت الخيط تاعهم هكذا، من بعد نقول لكم على واش هكذا. دوكا واش يلزمنا باش نلصقوهم؟ نجيبو خيط والبرا يكون عندنا خيط عادي والبرا. دوكا واش ديري؟ شوفي تحكمي الوريقات تاوعك هكذا، شوفي تحكميهم قيس قيس هكذا. الورقة قدام خوتها كيما هكذا كيما هكذا، شوفي وتخيطي عادي، تخيطي بالبرا والخيط هكذا باش يلصقو مع بعضها هكذا. تحكمي هنايا في هذه الضفيرة هنايا من الفوق هكذا كيما هكذا. دوك انا واش ندير؟ نحكمهم كامل كيما هكذا، بعد نعاود نرجع نقول لكم واش نزيدو نديرو. نحكمو كامل كيما هكذا هكذا. شوفي العمل كيفاش يجي من الامام هكذا كيما هكذا يجي العمل. دوك انا نحكمهم كامل كيما هكذا، نعاود نرجع لكم. هنا اختي كي تسقي اثنان مع بعضاهم كيما هكذا يكون الخيط مازال هنايا في الامام هنايا بالطيبي. اسمع هنايا مباشرة تحكمي ورقة واحدة اخرى، ودائما راعي باللي دائما الخيط هذا اللي بديتي به دائما يكون في الاسفل. يعني كيما هكذا هنا ما كاش خيط امام هكذا، شوفي تخدمي هكذا تلصقي. يعني تشوفي انا هبطت مع هكا الخيط ودوكا حنطلع هكذا، شوفي نحكمو مليح ونطلعو هكذا كيما هكذا. كيما هكذا نقطع مع العمل تاعي. دوك انا نطلع معاه، كي نطلع هنايا سما نقطع الخيط ونعاود نركب من ضرب جديد. دوكا نكمل انا نركب هادوما نعاود نرجع لكم. انا اخواتي بعد ما حكمت العمل تاعي كامل بالخيط هكذا، دوكا انا مازال ما نحيش الخيط. دوكا شتوك الخيوط اللي قلت لكم خلوهم كيما هكذا، دوكا هنا واش نديرو؟ نحكمو مع بعضهم كامل ونربطوهم هكذا، نزيدو مره واحده اخرى هكذا كيما هكذا. نحكم مليح مع بعضهم هكذا، وزيد نحكم بالخيط مليح هكذا مع بعضهم هكذا. دوك نقص الخيط تاعي ونقص هادوك الخيوطة ها هذا هكذا، شوفي كيما هكذا. دوكا واش يبقى لنا نخدمو؟ دوكا نديرو الفينيسيون بالخيط تاع السلك، نوريكم كيفاش نحكمو الخيط تاع السلك مع السيميل كيفاش نخدمو مع بعضها. هنا اخواتي بعد ما حكمت الخيط تاعي هنايا في الوسط، شوفي هنا في الوسط واش راح ندير؟ هنا ندخلو الكروشي تاعي هكذا، نديرو ماي سيري وحده، نزيدو هنا اثنان هكذا، الثالثه نطلعو هنايا شوفي هنايا هنا واش نديرو؟ نديرو خاطر شوفي عندنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، هنايا هادي السادسة طلعت فيها. دوكا هنا ندير واحد اثنان سلسة فيها اثنان، نجيبو السيميلي تاعنا، نجيبو حبة هكذا كيما هكذا، شوفي كيما هكذا. وفي نفس العين هادي نعاودو ندخلو كروشي ونجبدو الخيط تاعنا هكذا ونقفلو. دوكا واش نزيدو نديرو؟ شوفي كي نجيو طالعين دائما شوفي نديرو هكذا، شوفي نديرو هنايا، شوفي نديرو ماي سيري وحده ونزيدو الثانيه في الثالثه هنايا، نديرو سلسله فيها اثنان ونجيبو حبه نتاع سيميلي هكذا ندخلوها. وفي نفس العين هنايا نجبدو الخيط تاعنا بالكروشي هكذا ونقفلو هنايا، نعاودو نجو طالعين هنايا تاني، نديرو دائما كي نجو طالعين نديرو اثنان، لخاطر دائما لخاطر كي كنا نخدمو الوريقة تاعنا نخلو اثنان فهمتيني. دوكا هنايا فوق نديرو عوينة وحدة مايسيغي وحدة ونديرو واحد اثنان هكا، نجيبو حبة تاع سيميلي وفي نفس العين هكذا نقفلو كيما هكذا
وهكذا. دوك انا كي نعود هنا نقول لكم واش نزيدو نديرو. هنا اخواتي شوفي، هنا دوك انا طالع لهنايا القمه هذه، شوفي ديرو هنايا وحده ماي سيري هكذا، نزيدو نديرو ماي سيري هنا في الفوق هكذا كيما هيدا فوق، نديرو سنسه فيها اثنان، نجيبو حبه تاع السيميلي ندخلوها كيما هكذا في نفس العين هنايا، نجبدو ندخلو كروشي ونجبدو الخيط مباشرة ونقفلو هكذا، نعاودو نرجعو منها في الجنب نديرو سلسلة فيها نديرو ماي سيري وحدة عفوا، نزيدو نهبطو هنايا هنايا، نعاودو نرجعو نخدمو الخدمة تاعنا اللي هي نديرو سلسلة فيها اثنان، نجيبو حبة تاع سيميلي هكذا وفي نفس العين نجبدو ونقفلو ونهبطو ماي سيري اثنان، يعني دوكا نخدمو انا هابطين باش يسمى نفس العمل اللي كنا طالعين به هكذا. دوكا اني هنايا هكذا، دوكا تاني نخدم حبة تاع سيميلي ندير سلسلة فيها اثنان وهكذا، يعني دوكا نعود نهبط كيما طلعت نعود نهبط وهكذا، نكمل كامل هذه كيما هكذا. دوك انا نكملها كامل كيما هكذا نعاود نرجع لكم. هنا اخواتي بعد ما كملت هذا السيميلي والفينيسيون بسيميلي والخيط تاع السلك تاعي، دوكا واش نزيد نديرو؟ دوكا نخدمو الحاشيه باش نلصقو الورده تاعنا وهادو لي بول هادوما، لازم نخدم اولا الحاشيه باش نلصقو، يعني دوك الحاشيه تاعنا كيفاش نخدموها؟ الحاشيه تاعنا باش تجيك سهلة أختي غير قديت هكا قدر بصبعتي نقصي هكذا، بصبعتي نقصي بعد قيسي عليها هكذا، قصي خمسة كيما هكا أنا نقصهم نعاود نرجع لكم. هنا أختي بعد ما قصيتهم هنا جبت بريكي درت كيما هكذا، حرقت غير من الأمام من في الأطراف باش متسنسرش الحاشية تاعكم كي تخدمي بها. دوكا واش راح نخدمو؟ دوكا باش نخدمو الحاشية تاعنا شوفي كيفاش ديري اختي، ديري كيما هكدا هكدا، شوفي هكدا كيما هكدا نخدم. دوكا واش راح نديرو؟ هادي نحكموها كيما هكدا بالخيط والبرا هكدا، نزيدو نديرو واحدة اخرى تاني كيفها كيما هكذا ونركبوها هكذا، يعني نخدمو كيما هكذا شوفي هكذا، نروح انا دوكا نركبها مع هادي. دوكا يسمى هادو الخمسة كامل نخدمهم كيما هكذا، دوكا انا نركبهم هادوما كيما هكذا نعاود نرجع لكم، نركب خمسة كيما هكذا نعاود نرجع لكم. هنا اخواتي بعد ما خدمنا هادي الحاشية تاعنا بالخيط، ها هو انا مازال راسق هنا الخيط مازال نحكمي، غنجيبو الوردة تاعنا شوفو كيفاش نلصقوها، شوف هكذا شوفي شتي هنايا وين انا ربطت العمل تاعي هنايا، هنا دوكا انا واش ندير؟ شوفي نجيب هنايا، شوفي عندنا هذه الورقة تاعنا لازم حنا نديرو كيما هكذا، شوفي هكذا ونجيبوها هنايا، هنايا وين ربطنا نديرها خليها من الفوق هكذا، على اساس هنايا كان حاشية وحدة وهنا اثنان، هنا علاش اثنان؟ باش من بعد ندير هذه هكذا، يعني دوكا نحكمو الوريدة تاعنا هنايا هكذا شوفي هكذا هنايا نحكموها. دوكا واش راح ندير؟ نحكمها في القلب تاع الورقة تاعنا كيما هكذا هكذا، دخلوا البرامج تحتها في الورقة تاعنا هكذا، دوكا نخرجوها هكذا كيما هكذا، نحكمو العمل تاعنا هنايا في الوسط، هنايا هكذا في الوسط نحكموه هنا مليح هكذا، نجيبو حبة تاع السيميلي باش نديروهم في الوسط
نديرو حبتين كما هكذا. نزيدو نحكمو الوريقة تاعنا هذه نزيدو نحكموها مليح هنايا، يعني من الخلف هنا، يعني نزيدو نحكمو الحاشية تاعنا مليح هكذا. دوكا انا هنايا نلم الخدمة تاعي خلاص، دوكا نقص الخيط كيما هكذا باش كي نديرو بعد نديرو نفتح هنايا الحلقة ما تحناش. دوكا انا واش راح ندير، راح نلصق هادي هنايا، شوفي راح نلصقها هنايا. دوكا انا نلصقها نعاود نرجع لكم. انا اخواتي باش نلصقوا هنايا الحلقة تاعنا نخدموها، واش لازمنا نديرو؟ نحكموا الحلقة، خدمت انا عليها 10 مايسيغي دوكا هكذا. دوكا واش نديرو؟ شوفي نحسبوا 1 2 3 4 5، يعني بين 4 و5 هنا في الوسط نحاول نحكم، يعني هنا هكذا. نقلب الخدمة تاعي هنايا، شوفي هنايا بين 4 و5 هنايا ندخل الكروشي تاعي هنا، نجبد هكذا ندير مايسيغي، ندير 2 هكذا، ونكمل نخدم 10 مايسيغي كيما هكذا، وتاني لصق بين هادي، تاني نحسب 1 2 3 4 بين 4 و5 لصق. فأنا لصقهم نعاود نرجع لكم، هنايا بيناتهم 10 مايسيغي، لازم ديري 10 مايسيغي. دوكا أنا كملها نعاود نرجع لكم. في الأخير أخواتي هادو من مفاتيح الخزانة اللي خدمناهم اليوم، شوفوا كيفاش يجو دايرين هكذا، عمالة شوف يجو هكذا بالسيميلي والخيط. انتي ديري الخيط على حساب شومبرتك ولا على حساب مقاطك ولا حساب الشورى تاعك. شوفي هنا يجو كيفاش مخدومين بالسيميلي، الوردة هنايا الحاشية وريتكم كيفاش تخدموها، وهنا ليزانو عادي. شوفي وشنو كيتواسي ليزانو، حلي هكذايا وسكمي هكذا. هذه هي اخواتي في الاخير، واش نقول اخواتي، اذا عجبتكم خدمتي مادام بكم دعموني بالاعجاب والاشتراك. كانت معكم دعاء الرحمن، الى اللقاء والى الملتقى اخواتي.